تقدم لا تقبل ان ياتي شخص ويتولى رئاسه البرلمان. هسه جربوا خذلت علان كريم وخذلت السيد محمود المشهداني، وعندما فتحت باب الترشيح هي توضح بشكل مباشر بان ايضا ليس سيد محمود المشهداني، وفي نفس الوقت عملت على كسب المبادره وضاف النواب. استاذ عزام اختي راح ينتهي، شنو اعتراضكم على السيد محمود المشهداني؟ ليش معترضين؟ نعم، شنو اعترافكم على السيد محمود المشهداني؟ اليوم اكو توافق سياسي عليه. لا محمود، لا لا ست فرح محمود المشهداني كان بدايه مرشح عزم، ونحن ننظر الى السيد محمود المشهداني بانه اب روحي للبيت السني، في حين الطرف الاخر والتقدم. ليش ما تتعاطى معه؟ ليش ما تتعاطى معه؟ يجب ان ينظر اليه من ضمن الازاحه الجيليه، والكل يعرف بان قيادات وقرارات البيت السياسي السني لمن هو اب روحي، لمن هو اب روحي، ليش ما ترحون لاختياره؟ بس خليني اكمل لك الفكره ست فرح. وبالتالي دخلنا بجهود وطنيه مشتركه مع الاطار التنسيقي والقوه الكردستانيه من اجل تقديم مرشح، وصدرنا بيان رسمي بان السيد محمود المشهداني هو مرشح عزم بشرط السياده، بشرط ومرشح قوي، بشرط الاطار شرط، الاطار شرط سحب ترشيح سالم الانساوي ثاني مرشحها لحد هذه اللحظه، تقدم غير متمسكه بالسيد اخي محمود الاطار مو تقدم، الاطار ده يريد يسحب سالم، يسحب ترشيحه، الاطار مو متقدم، الاطار طلبه من العزم والسياده سحب ترشيح سالم الانساوي. التقدم ايضا قابله، سالم علي نبي خليه يمشي محمود المشهداني، بس انتم ما تريدون تقعدون جلسه يا اخي، ما تريدون رئيس برلمان.